النهارده ان شاء الله هنبدا كلام عن اللوكو. اللوكو ام 5 هو كرتونه بتجيلك زي دي كده. الكرتونه دي بتوصلك مغلفه بالكامل، وتاكد ان انت اول ايد استلمتها. تمام، بيجيلك التيكت بتاعها كل حاجه. شكل اللوكو ام 5 بيبقى بالمنظر ده كده. ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته انه بينقل الانترنت مسافه 4 كيلو، يعني لو قطعتين مع بعض ينقلوا مسافه 4 كيلو مع بعض. في طبعا ورا معايا هنا لمبات الاضاءه اللي انت بتعرف اذا كنت ربطته ولا لا، في لمبه اللان وفي كل حاجه. الجديد معانا النهارده هو الباور اللي جاي مع اللوكو ده، وتاكد من حصولك على الباور ده في الكرتونه المغلفه، وانت لازم تكون اول ايد انت استلمتها. تمام، اهو هذا الباور، ده الباور الجديد. لو جينا نبص هنا هنلاقي في الباور زرار اسمه ريزيت، لو ظاهر في التصوير ظاهر زرار اسمه ريزيت، اقدر اضيف لك منه اللوكو بتاعي ده. طبعا الباور بتاعه 24. اضيف لك اللوكو ازاي؟ اهو شايفين شكل الباور كلنا. هضيف لك اللوكو ازاي دلوقتي؟ هاجي على زرار الريزيت وهضغط عليه، وهنشوف اللمبات بتاعه اللوكو هتنور كلها الوان مختلفة، هيبقى كده عمل ريزيت فعلا، نور كله الوان مختلفة عمل ريزيت. ده ليه بقى يا جماعة؟ ده اهم حاجة، ان كان في ناس كتير بيدخلوا ده طبعا في الريزيت بتاع اللوكو، فبيروحوا اطمن لي الزرار من جوه. فالشركة عملت الموضوع ده علشان ترحمكم من موضوع اطمن زرار الريزيت، والناس اللي بيحطوا الباور ده تحت هتقدر تعمل ريزيت لللوكو وانت تحت من غير اي مشكله. تمام، احنا دلوقتي ضفلتنا الجهاز اهو من تحت. تمام، مش محتاج ان انت تفكه ولا تطلعه، زي ما قلنا كده بتضفلت على زرار الريزيت. وده شكل الباور الجديد، قرب كده، ده شكل الباور الجديد اهو. تمام، وتاكد دايما ان انت هتحصل عليه مغلف كده زي ما انتم شايفين، هوريكم اهو. طبعا كل اللوكوهات اللي هنا اهي، اللوكو جاي مغلف زي ما هو كده. تمام، في تاريخ الاصدار بتاعه وتاريخ المراجعه. تمام كده، في العلامه المائيه انه يبقى من شركه يو بي ان تي، حاجه اصليه. فتاكد ان شاء الله من حصولك بالمنتج ده بنفس المواصفات اللي انا قلت لكم عليها دي، من شركه اوتوران. تمام، شكرا.